السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيبقى مشتريات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. أنا عملت معاكم جولتين، كنت محتاجة حاجات أجيبها قبل رمضان. جبت حاجات للمطبخ وجبت حاجات للديكور، لكن حاجات للديكور ما جبتش حاجات كتير، يعني أنا عندي حاجات هنا، فقلت الأول أشوف الفكرة اللي عندي أنفذها بالحاجات اللي عندي، ولو احتاجنا حاجات إن شاء الله برضو قدامنا وقت نجيبها. هنبتدي الأول بحاجات المطبخ. أنا جبت الحلة السيراميك دي، الحجم ده بالنسبة لي مناسب جدا للاستخدام اليومي. طبعا كل واحدة بيبقى عندها برضو احجام كبيرة للعزايم وكده، بس غالبا بتفضل جديدة يعني شوية عشان طبعا مستخدمة قليل. دي بالنسبة لي ممتازة جدا للاستخدام اليومي للرز او الخضار او اللحمة او اي حاجة. انا اول مرة استخدم سيراميك في اواني الطبخ، دايما بستخدمها في القلايات، لكن دي اول مرة صراحة اجيب قدر او حلة يعني سيراميك. ان شاء الله يعني الناس كلها بتشكر فيها وبتقول حلوة جدا. دي اول حاجة. جبت كمان الحلة الاستانلس دي، تقريبا نفس الحجم بس طبعا الشكل مختلف شوية. عجبتني برضو، تقيلة جدا وحلوة. كمان عجبني الغطا في الخرام دي، لو بعمل مثلا مكرونة او اي حاجة او خضار عايزة اصفيه او اي حاجة بسلقها مثلا، شكلها حلو صراحة، وحجمها كمان ممتاز جدا برضو للاستخدام اليومي. بالنسبة لي انا بالنسبة لي الاستانلس يعني نمرة واحد في اواني الطبخ، بحب جدا الاستانلس، لكن برضو ما يمنعش ان انا ننوع. انا الحاجة اللي ما بحبهاش صراحة او ما بقتش احب اجيبها خصوصا في اواني الطبخ هي التيفال، يعني مهما حافظت عليها برضو بتبوظ بعد فترة. هو الاستانلس اللي ممكن يعيش معاك العمر كله صراحة. بعدين جبت مجموعة الصواني دي، صواني الخبز دي للكوكيز لأي حلويات. هما ثلاث مقاسات أو هما مقاسين يعني، هما ثلاثة، اتنين قد بعض كبار وواحدة صغيرة شوية. ممكن برضو نعمل فيها حلويات كتيرة في رمضان إن شاء الله وغير رمضان. اللي عجبوني يعني شكلهم حلو وتقال، وكمان يعني لونهم مميز كده، فدي تالت حاجة جبتها. بعدين جبت الصينيتين دول، هما نفس الشكل ونفس اللون زي ما انتم شايفين، لونهم حلو جدا، ويعني طبعا هنا علشان قرب الاحتفال باعياد الربيع عندهم فمنزلين حاجات كتيرة الالوان دي، عجبوني جدا. هما زي معدن بيتحملوا الحرارة وبيتحملوا كمان التلاجة والديش واشر وكل حاجة، عجبوني جدا. عشان كده جبت اتنين، قلت ممكن لو حد مثلا عايز اعمل كيكتين نفس المقاس، يعني حلوين جدا. حتى لو بعمل فيهم صينيتين اي اكل يعني ومطلعهم على السفره، شكلهم حلو جدا وظريف صراحه، ما قدرتش يعني ما اجيبهمش. كان في منهم من صواني الخبز اللي زي دي برضو نفس اللون، بس عشان انا كنت جبت دي خلاص فما رضيتش بقى اجيب منهم، فقلت خلاص كفايه الاثنين دول بس يعني دلوقتي. بعدين جبت الاربع سكاكين دول، هما طقم مع بعض كده، بجيبهم من سامز كلاب هنا للعيش في امريكا. انا جبتهم قبل كده الاربعه دول وصراحه عجبوني جدا جدا، ممكن احلى سكاكين استخدمتها كسكاكين صغيره يعني، لو تقشري بيهم تفاح تقشري بيهم اي حاجه، رفيعين وحادين جدا ممتازين صراحه. هما لما جبت اربعه قبل كده ضاعوا مني ثلاثه صراحه، ففضل واحده، فانا لما لقيتهم تاني جبتهم، بينفعوني جدا. بعدين جبت الصينية دي، هي للتارت زي ما انتم شايفين الرسمة، هي حلوة، هي الصراحة مش تقيلة قوي، بس انا قلت حلوة للكنافة، ممكن اعمل فيها كنافة بحيث لما اقلبها يبقى هنا في مساحة ازين باي حاجة، بمانجا باي يعني اي تزيين يبقى على البارد يعني، يعني ظريفة وكان سعرها مش غالي. كمان جبت علب الحفظ الأطعمة، جبت المجموعة دي، هما ثلاثة في قلب بعض، واحدة صغيرة أو واحدة متوسطة واحدة كبيرة شوية. ولقيت كمان في نفس المكان نفس اللون بس واحدة كبيرة بقى قوي. صراحة دول أنا بفكر أحط فيهم مكسرات وحاجات اليميش وحاجات كده بتاعت رمضان،
ممكن نحط فيهم الزبيب، الجوز الهند والحاجات دي كلها، ممكن هنا مكسرات كلها مثلا بأكياسها ألمها جوه العلبة دي بحيث تبقى شكلها حلو لو على الكاونتر توب يعني في المطبخ شكلها حلو ومنظم وكلهم نفس اللون. يعني هما انا مش هحفظ فيهم اطعمه يعني في التلاجه وكده، عشان طبعا يعني هما البلاستيك، هو البلاستيك بتاعهم حلو بس انا مش ضامناه قوي الصراحه، بس هحط فيهم الحاجات كده بحيث يبقى الشكل حلو. ممكن نشوف البلاستيك مكتوب عليه كام، او مكتوب عليه 5، مش عارفه باين في الكاميرا ولا لا. يعني امن، لكن انا جايباهم اساسا علشان يعني المكسرات وكده والحاجات النواشف. بعدين جبت دي، يعني دي تعتبر ديكور او حاجه للمطبخ للتنظيم، الليزي سوزن او الدواره دي اللي بتتحط مثلا وتدور كده على الترابيزه، ممكن تحطيها جوه الدولاب تنظمي عليها مثلا التوابل بتاعتك عشان توصلي لكل حاجه. ممكن نحطها مثلا برضو على الترابيزه بناكل عليها، نحط عليها ملح فلفل زيت يعني زي كده مثلا منظمين. يعني هي صراحه حلوه وشكلها ظريف يعني كديكور على الترابيزه او كمان كمنظم بقى داخل الدواليب عندك او حتى على الكاونتر عندك. انا كمان جبت علبتين، هما دول للتنظيم بس انا هعملهم للحمام، هما من تارجت عجبوني، هما اتنين مع بعض زي ما انتم شايفين بدلار الاثنين، هفكهم. جه في بالي ان انظم فيهم الحاجات على في الحمام جنب الحوض، الحاجات ممكن عناية بالبشرة مثلا، في اتنين دول برضو اتنين مع بعض ممكن للقطن للحاجات دي. الكواليتي بتاعهم حلو وكبار، وكمان اللون زي شفاف شوية كده ظريف، اتنين مع بعض بالنور. يعني انا حتى قلت يا ريتني جبت اكتر. هنجيب بقى للديكور، انا جبت المفرش ده من رص هنا للي يعرفوا اللي عايش هنا، او هو زي يعتبر رانر شكله كده من الحرف، هو ساده خالص رقيق جدا الحرف بتاعه زي ما انتم شايفين عامل كده، وهو رانر ساده خالص. هفرشه كده ان شاء الله على الترابيزه اللي بناكل عليها. احلى حاجه فيه ان هو ساده بحيث اي ديكور عليه هيبقى حلو جدا عليه، سواء ديكور بقى مثلا انا عايزه اعمل حاجات على ذهبي على ابيض كده، مش حاجه مبالغ فيها قوي، حتى لو حطينا عليه حاجات اللي زي قماش الخياميه برضو هيليق عليه، اي حاجه عليه هتليق. فده اللي عجبني فيه ولفت نظري، وسعره كمان كويس. خامته كده زي الخيش شويه، بس هو مش خيش، زي الكتان يعني حاجه كده، بس هو صراحه لفت نظري وعجبني جدا. يعني بحب الحاجات اللي رقيقه كده، الحاجه اللي مش مبالغ فيها قوي. كمان جبت المجموعه دي زي الخشب كده، انا طلبتها دي اونلاين، هم 10 مع بعض. ممكن نفتحها نشوف شكلها، ومعاهم زي خيط خيش عشان لو عايزه تعلقيهم. هي شكلها كده، في كان اشكال كتير انا اخترت الشكل ده، الشكل ده ناويه ازين بيه برضو لرمضان ان شاء الله. ممكن تشوفوا معايا الفيديو ده، هعمل فيه بيه فكره بسيطه وفي نفس الوقت يعني سهله، وطبعا كانوا المجموعه دي رخيصه. ان شاء الله هنشوف مع بعض الفكره دي في فيديو قبل رمضان ان شاء الله. كمان جبت من دولار تري، كنت عملت لكم فيه قبل كده جوله، فازات ازاز. الفازات الازاز دي انا ناويه استغلها برضو في ديكور رمضان بسيط. الفازه دي الاولى، هي ممكن فازه ممكن شمعدان تحطي جوه شمعه، يعني استخدميها بقى زي ما انت عايزه. الازاز بتاعها حلو جدا زي ما انتم شايفين، نقي وطبعا رخيصه. انا جبت من دي اتنين، من الشكل ده اتنين، دي واحده ودي التانيه، وجبت كمان من شكل تاني اتنين برضو، ناويه كلهم احطهم على ترابيزه اللي ان شاء الله ناكل عليها. ده شكل بقى زي كيرف كده شويه، برضو جبت منها اتنين، دي اللي تانية. ان شاء الله هنشوف هنزينهم ازاي ونحط فيهم مثلا شموع ولا حاجه في رمضان، ويبقى الشكل حلو وبسيط. انا مش عايزه اعمل ديكور مبالغ فيه صراحه السنه دي، مش حابه يعني اعمل حاجه مبالغ فيها، فعايزه اعمل حاجه على ذهبي على ابيض على بيج، يعني حاجات كده بسيطه بس نحس بالتغيير. يا رب المشتريات النهارده تكون عجبتكم وذوقي عجبكم، وان شاء الله بقى اشوفكم فيديو تاني، ويا رب ان شاء الله اقدر اعمل لكم فيديوهات لديكور رمضان. ويا ريت ما تنسونيش من لايك ومن تعليق كمان حلو منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.